الآن الخدمة للسيد رئيس نائب رئيس جامعة عبد الملك السعدي الأستاذ بن حيون، فليتفضل سيادته المشكورة. نحن نفتخر بهذه الكلية اعتبارا لعطاءاتها ودراستها ولإسهامها في الإشعاع العام لجامعة عبد الملك السعدي، سواء على مستوى البحث العلمي أو على مستوى التكوين. وللإشارة فقط، تمثل نسبة التسجيلات لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ما يزيد عن 35% من نسبة العموم المسجلين بجامعة عبد الملك السعدي. وقد دعا الخطاب الملكي في الذكرى 56 لثورة الملك والشاه في 20 غشت 2009 إلى إطلاق ورش إصلاح القضاء، وهو إصلاح أريد له أن يكون جوهرياً يمتد بعمقه إلى نظام العدالة. ومن بين محاور الإصلاح التي وردت فيه بالخطاب الملكي محور تطوير الطرق القضائية البديلة لحل النزاعات، حيث جاء في الخطاب الملكي ما يلي: بموازاة ذلك يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح. نحضر هذه الندوة الوطنية التي تنعقد بكلية الحقوق بطنجة حول موضوع له أهمية ورينته، وموضوع العدالة الموازية والعدالة المرنة، أي التحكيم والوساطة. هذا الموضوع الذي ما فتئ صاحب الجلالة يحث على تفعيل هذه الوسائل من أجل تطويرها على المستوى الممارسة بالمغرب، ونعتقد على أنه هذه الآليات يمكن أن تؤدي دورا مهما في تشجيع المثمرين، لا سيما وأنها تقدم على أساس أنها ضمانة أساسية للمستثمر، لا سيما المستثمر الأجنبي. المغرب بحكم موقعه منفتح على مجموعة من الدول من خلال اتفاقيات تجارية للتبادل الحر، وله ترسانة قانونية جد متقدمة. ونعتبر على أن هذه الندوة تجسيدا حيا لانفتاح الجامعة والكلية التي تحتضن هذه الندوة على مشاركي الفاعلين من خارج الوسط الجامعي، من أجل إثراء النقاش وصولا إلى حلول تساعد في تكريس التحكيم على مستوى الممارسة والثقافة في المغرب. كما أن المشاركة هنا في هذا الحفل العلمي نابعة من قناعتنا الراسخة بكون الجامعة تظل المحرك الأساسي والرئيسي للبحث العلمي بالمغرب، وتعاون المؤسسات العامة والخاصة مع هياكل البحثية يظل ضرورة ملحة من أجل تطوير المنظومة القانونية للمال والأعمال بشكل خاص، والمنظومة القانونية بطبيعة الحال المغربية بشكل عام. هذه ندوة مباركة فيها موضوع مهم وأساسي بالنسبة يعني للتنمية ديال بلادنا، لا ومرتبط والوسائل البديلة لحل النزاع. وكما كنعرفوا جميع ان الوسائل هذه ما هي الا ضمانه اساسيه لكل مستثمر باش يعني يلقى الظروف والمناخ المناسب من اجل يعني الاستثمار في المشاريع ديالو ويقدم يعني خدمات بالنسبه للبلد المضيف. وحنا في المركز الدولي لحل النزاعات كنواكبوا هذه المشاريع هذه باقتراح يعني الحلول الناجعه والتكوينات اللازمه والاستشاره يعني الضروريه من اجل توفير مناخ اعمال ايجابي، بحيث يلقى كل طرف يعني الضمانات ويعني الضوابط التي يعني اللي ممكن يعني تتحفز الانسان يعطي المزيد من الجهد والعمل. شكرا. ولعل اللجوء الى الوسائل البديله لتسويه المنازعات كضمانه قانونيه واجرائيه لتحفيز فرص الاستثمار كما هو الشأن في التشريع المغربي ذات أهمية كبيرة باعتبار آليات محايدة ومستقلة ومشجعة وذات فعالية، سواء كان منصوص عليها في عقود الاستثمار أم لا، وتتجلى الرهانات والتحديات التي تواجه نشر ثقافة واستعمال الوسائل البديلة لحل النزاعات في الرهان الأول. موضوع الندوة يتمحور حول الوسائل البديلة لفض منازعات الاستثمار، الرهانات والتحديات.
وبطبيعة الحال أهمية هذا الموضوع تبدأ بداية من التوجيهات الملكية السامية في الخطاب المولوي السامي المؤرخ في 14 أكتوبر الماضي، وكذلك من خلال يعني تظهر هذه الأهمية أيضا من خلال قانون ناظم للوساطة الاتفاقية والتحكيم يحمل رقم 95/17 الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ يونيو الماضي أيضا، كذلك من خلال قوانين كثيرة جدا من قبيل قانون 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي في مادته 13 الذي أكد يعني ضرورة اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات. كما يعلم الجميع أن المستثمر عندما يريد أن يأتي إلى أي دولة يجب أن يجد ترسانة قانونية تساعده وتحفزه على يعني على القيام باستثمارات كبيرة على وذلك من أجل تحريك عجلة الاقتصاد والتطور الميكرواقتصادي لا يجب أن يتسنى إلا برصد سياسة يعني قانونية في المجال قانون الشغل فض نزاعات في مجال الشغل والقانون الجنائي ومجال الأعمال وكذلك تعزيز مراكز الجهوية للاستثمار في هذا المجال. اليوم الكلية عقدت ندوة تحت موضوع الآليات البديلة كآلية لفض المنازعات في مجال الاستثمار. الكل يعلم أن هذه الندوة لديها راهنية من خلال ارتباطها مع خلال الخطاب الملكي الأخير تحدث عن العدالة التصالحية من خلال الوساطة والتحكيم والصلح كآلية لفض المنازعات. لماذا؟ لأن فض المنازعات بطريقة بسيطة تحفز الاستثمار، تحفز المستثمر، تحفز صاحب الشركة أو صاحب المقاولة. لماذا يجب أن نساعده؟ لأن وظيفة القانون هي المساعدة. نعم هي وظيفة يمكن أن تكون لديها أبعاد يعني في مجال ما يسمى يعني المسؤولية القانونية أو كذا، ولكن يجب أن تحفز هذا المستثمر. القضاء وما انعقاد هذه الندوة إلا جاءت في إطار سياق خاص وهو السياق المتعلق بتحديث الاقتصاد الوطني وأيضا تفعيل لتوصيات البنك الدولي وأيضا جاء كتنزيل لمخرجات النموذج التنموي وأيضا لخطاب صاحب الجلالة المتعلق بالاستثمار. كما يأتي هذا النشاط أيضاً.